تلقى حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رساله من فخامه الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحاديه تتعلق بعلاقات الصداقه الوثيقه بين البلدين الصديقين وأعرب فخامة رئيس روسيا الاتحادية عن عمق علاقات الصداقة بين البلدين وتطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين متمنيا لجلالة الملك المعظم دوام الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها الطراد التقدم والتطور في ظل قيادة جلالته